هكذا ننطلق مع هذا الشوط ونتابع هذه الانطلاقة على المركز الأول وعلى الصدارة مع هذا الشوط الثاني المخصص لبكار اللقاي المهجنات. تابعنا الشوط الماضي ذهب نصيب الضبي حياب بن مطر بن سعيد بن حضير من الاكتبي سجل 8:18. نسير مع هذا الشوط ونتابع المركز الأول في هذه الانطلاقة. هنا متعبة أو غريبة عبد الله محمد سعيد راشد الكندي، بينما المركز الثاني القدوم على الجانب الآخر في هذه اللحظات. هنا الوصول من قبل متعب علي محمد صغير علي نيبي، والمركز الثالث هناك شوف الاسم الآخر في هذه اللحظات وهذا الانطلاق.
نتابع إذن الصدارة والمركز الأول السيطرة مع شعار الإنيبي الذي مسيطرا على المركز الأول مع متعبة علي بن محمد بن صغير الإنيبي، المركز الثاني قدوم من غريبة عبد الله محمد بن سعيد بن راشد الكندي المركز الثاني في هذه اللحظات. تابع إذن تابع هذا التواصل في هذه اللحظات والمركز الأول مع متعبة. متعبة تقود المشاركين علي بن محمد بن صغير الإنيبي الذي أحكم القبضة على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول في هذه اللحظات كما نشاهد ونتابع الآن. نتابع هذه اللحظة، نتابع هذا الأداء، نتابع هذا التواصل على البداية والصدارة في هذا الانطلاق. الإنيبي مؤكدا حضوره في هذه اللحظات كما نشاهد على المركز الأول علي بن محمد بن صغير الإنيبي. تهانينا والناموس إلى علي بن محمد بن صغير الإنيبي على فوز متعبة بالمركز الأول. لحظات الوصول لخط النهاية معلنة الفوز والانتصار. المركز الثاني يذهب إلى غريبة عبد الله محمد سعيد راشد الكندي. التوقيت 8:27.